أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونقلنا لكم مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه ملك الأردن الملك عبد الله الثاني في ضوء التنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وعمان، وفي وقت بالغ الأهمية وشديد التعقيد. نعلم بالطبع الجهود المصرية الأردنية في مجال وقف التصعيد في غزة ووقف الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة. مباحثات ثنائية تعقد اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه ملك الأردن في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين والتحالفات والنماذج والرؤى المشتركة بين الجانبين تجاه القضية الفلسطينية. نعلم بالطبع أن مصر والأردن هي أحد أبرز الدول التي تحركت سويا وسريعا لاحتواء التصعيد، تخوفا من توسع رقعة تصعيد العمليات الوحشية في المنطقة. وعلى مدار الأزمة في قطاع غزة كانت هناك تحركات بين القيادتين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والدفع نحو إعلان هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية.